نختم النشرة بسجادة صلاة من مركبات الفضاء تتناسب مع كبار السن ومرضى التهاب المفاصل. عنوان لا يصدقه الكثيرون لكنه تجسد واقعا في إمارة دبي. سجادة تحمل اسم تايمز 5 وتعد أول سجادة صلاة في العالم بتقنية الفضاء، وأشرف على ابتكارها عالم سابق في وكالة الفضاء ناسا. سوسن الرحمة والتفاصيل. دائما ما يرتبط الجانب الجسدي من الصلاة مباشرة مع الجانب الروحي والنفسي والصحي، وهو الأمر الذي يرتبط بتلك القطعة من السجادة أو القماش الذي تتنوع ألوانه وأشكاله ونوعيته بتنوع أذواق الناس وطرائقهم التي يستخدمون فيها سجادة الصلاة، وهي ذلك الابتكار الذي حاز على توثيق وكالة ناسا للفضاء. The world's first physiological primate has been in the making for about 8 years now. هي أول سجادة صلاة فسيولوجية في العالم. مكوناتها مشتقة من تكنولوجيا الفضاء ومعتمدة من مؤسسة الفضاء الأمريكية التابعة لناسا. وتم تدشينها في حفل رسمي بديسمبر الماضي في مركز كندي للفضاء. الهدف الأول لتايمز 5 هي أن تجلب الصحة والعافية للمستهلك المسلم والمسلمين عموما. أهم أهدافنا هي أن نجيب منتجات وخدمات على مستوى عالي للمستهلك المسلم اللي هو مظلوم. وتمتاز سجادة الصلاة تايمز بتصميمها الفريد المؤلف من 5 طبقات تحوي على خواص الاحتواء والضغط المعاكس وملمس صحي ناعم ومنعش يشعر بالبرودة، وهو ما يساعد على تخفيف الآلام وتشنجاتها وألام المفاصل أو تيبسها والتعب عند اتخاذ وضعيات معينة ورفع مستويات الطاقة المنخفضة بتنشيط الدورة الدموية. ستساعد هذه السجادة الكثيرين ممن يعانون من ألام الركبة والمفاصل والإجهاد وتصلب البدن وتدني نسبة الطاقة، إذ أنها تدعم المصلي باحتضان البنية المترابطة للعضلات والعظام في جسده، وينصح بها خبراء العلاج الطبيعي ويستخدمها ممن يعانون من ألام في الجهاز العصبي. كما تتألف الطبقة الأولى من سجادة الصلاة من نسيج ناعم من ألياف الميكروفايبر الطرية والصحية، كما تحتوي الطبقات الأولى والثانية على مادة مضادة للميكروبات تقي من الجراثيم والفطريات وتمنع دخول العث. ويذكر مبتكر السجادة الفيسيولوجية أنه استلهم ابتكارها من أجل مساعدة المسلمين من كبار السن في تحقيق الراحة التامة لهم والصلاة الكاملة من خلال السجود والركوع، بالإضافة إلى أنها تساعد فئات كثيرة على سبيل المثال لا الحصر، بدءا من الموظفين المحكورين في المكاتب إلى الرياضيين عند إعادة تأهيلهم بعد الإصابة، وحيث يمكن للمسلم أن يتم صلاته دون أدنى ألم يذكر أو على أقل تقدير. قد تختلف الأذواق في اختيار سجادة الصلاة، ولكن أيا من هذه السجادات تصلح للصلاة. في نشرة علوم الدار، سوسن الرحمة، إمارة دبي.